هذه فكره الدرج تسويه وانت ماشي، تسويه وانت واقف، تسويه بالوقوف الى الرجوع. اذا بالفعل سويته وحصلت على الخفه اللي تبغاها، تستطيع استغلاله مستقبلا في الكعب او في توقيف الحصان. يصير الحصان يبغى ينطلق او شيء، ترده من جهه ثمن جهه، يعطيك اللي تبغاه. تقدر اكيعه عن طريق جمع اليمين فقط، او اكيعه عن طريق جمع اليسار فقط. الفكرة انك تبتهم من جهة واحدة فقط، الفكرة انك تبغى تتحكم فيه تحكم تام متى ما اردت.